شوفوا هاي بيوت القرية. هسه خلي اخذ جولة سريعة بوحدة من شوارع القرية. هنا انواع الزيوت والخل، كل واحد مبسط يم بيته ويبيع. شوفوا ما شاء الله واقفين سرة على الخبز من الفرن الى المستهلك مباشرة. شوفوا هذا العسل هنا، هذا عسل التشيك الورود ب 200 ليرة. شوفوا ما شاء الله شلون تشيك شلون يشحي هذا العنب. وهنا الحجيات يسوون الكوزلمة. الكوزلمة من الاكلات التركية التقليدية والمشهورة موجودة. وهاي اللي تشوفوها هاي شجرة الصنوبر التاريخية، عمرها اكثر من 500 سنة. وهنا مثل ما تشوفون اعزائي، هنا هذا كله عنب خالي على الهواء وعلى الشمس. السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم اعزائي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فلوق اليوم عن قرية كضاجك، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة. وصلنا اعزائي المحطة فخر الدين التاي. هنا هاي المحطة محطة التراموي في فخر الدين التاي. وهنا هذا مول استينيا بارك، هذا مول جديد من احدث المولات بازمير. وهنا هذا مدخل المترو بمحطة فخر الدين التاي. هسه راح نمشي حتى نروح الموقف الباصات فخر الدين التاي. فخر الدين التاي وهنا وين الناس متجمعين، هناك الموقف الباصات. تستغرق الرحلة بالباص رقم 24 من منطقة فخر الدين التاي إلى القرية حوالي 45 دقيقة. وهاي وحدة من مزارع عنب يسموها بالتركي أزوم بغل. شوفوا ما شاء الله هذا المنحل، أعتقد المكان كلش مناسب لتربية النحل. وصلنا اعزائي لقرية كفاجيك. مثل تشوفون اليوم احتفال، فتشوفون القرية كلش مزدحمة بالناس. هسه راح نروح نفطر بالحديقة او بالقرية العفو. مثل ما تشوفون اعزائي هنا هاي كلها بياعين مال القرية يبيعون مختلف الشغلات، جوز، فلفل، فاصوليا. وهنا هذا مطعم همين يسوون الجوز لما. وهم مثل تشوفون هنا هذا عسل، عسل طبيعي. شوفوا هذا الفرن، فرن على الحطب، وهذا الحطب. هاي يسوون هذا خبز مال القرية. خلي نكمل طريقنا داخل القرية. مثل ما تشوفون اعزائي هنا يبيعون هذا العنب من الانواع المشهورة هنا بتركيا. سعر الكيلو 50 ليرة. نكمل طريقنا داخل القرية. هنا همين تشوفوا يسوون هذا الخبز على الحطب. شوف ايش قد حلو منظره، كلش حلو وشهي الصراحة. وهنا همين يبيعون همين مختلف الشغلات، الورق عنب، الزيت، زيت الزيتون. هنا هذا صالشة، صالشة يعني صلصة الطماطة، معجون. وهاي شوفوا همين مختلف الشغلات، يزرعون عنب، هذا عرموط، خوخ وعنب. العرموط 37 ليرة، العنب 35 الأصفر، الشفتالي اللي هو الخوخ 30 ليرة، والعنب الأسود 50 ليرة. هاي سعر الكيلو، راح أكتب لكم الأسعار مالتهم بالدولار همين، حتى بالدولار وبالدينار. هنا همين مثل ما تشوفون اعزائي همين يبيعون مختلف الشغلات، الفاصوليا، الباربونيا، والفلفل الاخضر. وهنا يبيعون الكشمش والزبيب، الزبيب الاسود والكشمش. خلي نكمل طريقنا نشوف شكو ماكو. هنا هذا الانجر، انجر يعني التين، القطعة الواحدة 5 ليرات. هنا هذا الطماطة، مختلف الشغلات اليوم. يعني ما شاء الله اليوم ازدحام فظيع، تقول ازمير كلهم جايين لهذا
احتفال مال القرية لمدة يومين، يوم السبت والأحد 23 و24 9. شوف هاي البيوت مال القرية، البيوت أغلبيتها مصنوعة من الحجر، حجر وكو من عادي بلوك أو طابوق. هنا يبيع أون ليرة ب10 ليرات. هاي ملابس، بيع عليه ملابس ما أدري مستخدمة، ما أعرف صراحة. هنا همين يبيعون اللوز هذا ما مقشر. هنا هاي بقوليات كلها الانتاج مال القرية. هنا هذا يبيع انتيكات، هنا هاي همين ما أعرف انتيكات، عدس، شاشين. هذا يبيع مسابح، تسبيح بالتركي تسبيح. هنا هذول يبيعون اكسسوارات نسائية. وين ما تشوفون داخل القرية يبيعون العنب، هاي القرية مشهورة بالعنب. شوف ما شاء الله العنب كلش شهي. ها شنو هذا؟ صراحة ما أعرف هذا شنو. هنا هذا العنب ويبيعونها مية خل، أنواع الخل. وهنا يبيعون المسر، مسر يعني الذرة، الذرة اللي يريد تازة واللي يريد مسلوقة. هنا يبيعون ذرة مسلوقة. هنا يبيعون تشيكوفتة الكبانية، أنا مصور عليها فيديو اللي يحب يشوفها، من الأكلات المشهورة بتركيا. يسوون اللي يريد لفات وهاي الشغلات، ويبيعون همين صارما، يبرك صارما يعني الدولمة أو ورق عنب محشي. هنا همين يبيعون الخال مربيات بس ما مكتوبة الأسعار. شوف شلون تشهي الفواكه والخضروات كلها تازة. همين الخل، انواع الخل بس ما كاتبين الاسعار، والاحجام نص لتر ولتر. هنا هذا يبيع الدوندرما. هنا شويه مرتب يعني مرتب اكثر. هذا يبيع طحينية أو طحينة أو طحين بالتركي، أو راشي عندنا بالعراق يسموها راشي. هنا هذا الخل، أنواع الخل، أكو خل العنب، خل الرمان، انواع واشكال. هنا هذا الجوز، الكيلو الجوز هذا المنقشر 60 ليرة. شوفوا هنا هذا، هاي الفاصوليا تازة. هنا يبيعون انواع الشرابت، التوت، البرتقال، العنب. هسه وصلنا لمكان الاحتفال. هنا هاي سووها اللي يريد ياخذ صورة هيك يعني للذكرى، انه هو اجى لهاي القرية، قرية كافاجيك. اذا تشوف
يشوفون هذول الاشخاص، هذول الاشخاص مو حقيقيين، هذا نوع من انواع الفن، يصبغون نفسهم بهذا اللون على اساس ان هم تماثيل من البرونز، بس هم اشخاص حقيقيين. بس يعني هنا هاي المراجيح مال اطفال متنقله، تشوفون بيها يعني عجلات دائرات ويحركوها، ويحركوها مثل تشوفون هذه، هاي دائما بالاعياد انه يجيبوها للاطفال حتى يلعبوا بيها. شوف ما شاء الله شلون يشحي هذا العنب. يوزرنا بك يوزرنا. شوفوا هنا هم ايش قد حلو، هذا ما ادري شجار ما اعرف شنو يبسي ومسوي تيبل لامب. وهنا انواع الصابون، هذا كله صابون طبيعي سووه بالبيت، همين مرتب انواع النكهات. وهنا مثل ما تشوفون اكو اشخاص يلبسون هدوم تقليديه ويجون بالاحتفالات والناس تاخذ وياهم صور. وهذا العسل هنا، هذا عسل تشيك الورود ب 200 ليرة، واللي جواه الشام اللي هو الصنوبر 250 ليرة. وهنا هاي الخلايا مال النحل، القطعة الوحدة كيلو وين ب 800 ليرة. واللي يحب الأكلات التقليدية هاي همين أكلة تقليدية، بصراحة ما أعرف شو اسمها. هنا هم شغلات هاي أقنعة أكسسوارات. هنا هم شغلات تحفيات بسيطة. وهنا الحجيات يسوون الكوزلمة، الكوزلمة من الأكلات التركية التقليدية والمشهورة، موجودة بكل المدن. هاي الكوزلمة معجنات محشية بالبوتيتا أو محشية بالسبانخ، ويسووها على الصاج، الصاج اللي هي هاي الحديدة اللي على النار. هنا يخلوهم مثل ما تشوفون، سعرها مناسب مع 50 ليرة هيك شيء. هنا همين أنواع العنب، هاي ب 50 ليرة الكيلو. وهنا هاي السجقات، هاي القطعة اللي تشوفوها ب 80 ليرة، واللي بعدها بالجوز ب 100 ليرة. هنا هذا القمر الدين، وهذا تركي مجفف. هنا هاي كايسة اللي هي المشمش المجفف كايسة. وهنا أنواع الزيوت والخل، كلها هم ذول أهل القرية القرويين يبيعوها، كل واحد مبسط يم بيته ويبيع المنتجات المحلية. هاي القرية مثل ما قلت مشهورة بالعنب، وين ما تشوفون يزرعون عنب. هاي تشبوكتا باتاتس، هنا البوتيتا يقلوها ويخلوها على الشيش. هنا تبيع المسر الذرة. وهنا من زيت الزيتون الأصلي اللي تشوفوا هذا قدامكم 900 غرام، سعره 200 ليرة. شوفوا هذا الجوز، هذا أخضر بعد ما يعني ما استوى، ما يمكن يبسوه أو هيك شيء يعني. وهنا هذا اعتقد هذا شجر او كوسة بالعربي، القطعة الواحدة 50 ليرة. وهنا هاي من الحلويات العثمانية المشهورة اسمها ماجون. هنا يبيعونها من انواع الاكسسوارات، ميداليات، كولية، يعني شو يسموها، يعني هذا العقد اللي خلوه بالرقبة. Thank you.
هنا همين. هاي هذا خيار، يمكن لو خيار، لا يمكن مو خيار، هذا كوسة أو شجر. بس هاي الشغلات كلها يعني أورجانيك، كلها طبيعية، يزرعوها بالقرية. هنا هذا الثوم، شوفوا هذا الثوم الكيلو مالته 100 ليرة، أكو 120 أكو 100 ليرة. شوفوا هاي البيوت مال القرية. يستمر السوق بعد هنا لي فوق، وهنا هم يخلينها يسموها هاترة، يعني اللي يحب يأخذ يمها صورة، وكاتبين كافاجيك، يعني حتى إنه واحد ذكرى إنه إجا لهاي القرية. ومن هنا على اليمين أكو تاريخي تشنار، شجرة الصنوبر التاريخية القديمة. شوف هاي بيوت القرية كلها بيوت بسيطة وقديمة، مبنية من الحجر، مبنية من الطابوق. أنا بصراحة شفت هواية من المتابعين يعني عجبتهم الفلوقات مع القرى، فحبيت أصور بعد فلوقات مع القرى. القرى بصراحة كلش هادئة، ويعني هسه هنا يعني إذا واحد يخلي إبرة واحد يسمع صوتها، ما يسمعون غير الأصوات، الهواء، الرياح والطيور. شوفوا الجمال ما شاء الله، كلها غابات، وين ما تروحون غابات ما شاء الله. شوف الطريق يعني هم متعب. وهاي دا تشوفوها، هاي شجرة الصنوبر التاريخية عمرها أكثر من 500 سنة. شوفوا هنا أكو مجرى، أكو هنا أعتقد منبع مع المي، أو ما أدري جاي من الشلال، فالناس اللي تشرب منه اللي تغسل من عنده، أعتقد مي كلش نظيف. المي بصراحة بارد، بس أحس هيك بكبريت. هذا الشجرة من هنا مي معدني، اسمع بصراحة تستاهل الشرب ولا لا. هنا بإزمير أشوفهم حتى يزرعون يعني شغلات أشجار مثمرة، يعني مثل ما تشوفون هنا زارعين تين بغير مكان، تكي، وهنا هذا الزيتون، ويعني ما حد يعني يحصدها، بس هيك مجرد زراعة، اللي يريد يحصد يحصد، اللي ما يريد مجرد انه يعني يكثفون الغطاء النباتي. مو بس هاي الاشجار، وحتى يزرعون حمضيات بالشارع، وما حد بحالها، ما حد يجي يخطفها، ومرات هيك يعني تنزل بالقاع توقع وما حد يجي ياخذها يجمعها. مثلا شوفوا هنا هذا البيت زارعين شجر، واللي قباله هنا هذا جوز، وهنا اشجار مال زيتون وعرموط، واعتقد حمضيات همين. هنا زارعين فرود انواع واشكال. كمل جولتنا داخل القريه، وين ما تروحون يبيعون عنب وورق عنب. هنا هذا زيت الزيتون، وهنا هذا زيتون، هنا هم يبيعونها مختلف الشغلات. لما تروحون العنب، هاي القرية مثل ما قلنا مشهورة بالعنب، زراعة العنب. تعرفون العنب يصنعون منه هواي شغلات، الخال، الدبس، العصير. هنا همين العنب الكيلو مالته 50. هنا هذا الالما سيركس اللي هو خل التفاح 60 ليرة لتر واحد. هنا هذا الزيت مال الفلفل 50 ليرة. هذا سلامورة 200 ليرة. هنا الزعتر مجفف 30 ليرة. النعناع المجفف 15 ليرة. هذا التشيس. هنا هذا كانتارون ياغا، يعني زيت عشبة القسيسين ب50 ليرة. كيك سيو، يعني المي مال الكيك الزعتر ب100 ليرة.
الأزوم تشكدي الحبوب أو البذور مال العنب 50 ليرة. هذا الشيء سد تشوفوه. مختلف هناكو مطاعم مختلفة. هنا هذا يبيع لفات مال الدونر أو القص الشاورما. وهنا يبيعون الكشكك واحدة من الأكلات التركية. وهنا يبيعون لفات مال السجوق أو الباسترما. وهنا هذا الجوزلمة، هاي الجوزلمة. ومختلف الشغلات هنا همين اكو دونر. شوفوا ما شاء الله واقفين سرة على الخبز من الفرن الى المستهلك مباشرة. مثل ما تشوفون هذا الكشكك من الأكلات التركية التقليدية. اليوم أول مرة راح أجربه. الماعون بثلاثين ليرة. وهنا همين شغلات أبتوسهم بلس. وهنا همين يسلقون بوتيل. هنا أبد تيتر لي شو تشكر دوم. وهسه دا أكل هاي أكلة الكشكك، واحدة من الأكلات التركية المشهورة. أعتقد هم يعرفوها بالبلاد الشام سوريا، يسموها كشكك. عبارة عن أعتقد حنطة مسلوقة ويخلون فوقاتها صلصة حارة. خلينا نشوف طعمها. طعمها بصراحة طيب يعني زين، واحد جربها يعني ممكن يخلونها مي مال دجاج. طعمها طيب يعني زين لا بس بيه. طبعا اشتريت عنب مثل ما تشوفون. هذا العنب من اشهر انواع العنب يعني، ونوع كلش راقي يزرعوه هنا بهاي القرية. هذا من اعتقد اسمه الفونسو لافالي، اعتقد لو ايطالي لو فرنسي. شوفوا ما شاء الله كل عنباية كبيرة وطعمها كلش طيب. أنا جربتها حتى اللون مالته يعني يصير شربت كلش يعني لونه حلو وطعمه طيب. على الرغم انه بيه عجوب بس طعمه كلش طيب. اللي يجي لإزمير لازم يجربه هذا العنب. شوفوا هاي بيوت القرية. هسه خلي اخذ جولة سريعة بوحدة من شوارع القرية. شوفوا هاي البيوت حياتهم بسيطة، الزراعة ويسوون بعض الشغلات مثل عصير العنب، المربيات، الدبس، المعجون، معجون طماطة. هاي الشغلات منتجاتهم يسووها هنا بالقرية. مثل تشوفون اعزائي هاي يسموها أزوم باغ. هاي هنا يزرعون العنب. العنب انا عبالي انه يصير هيك متسلق، يخلوا له شغلات ويصير متسلق، بس هنا لا عادي. يعني مسوين حصاد، يمكن شالوا الثمار او العنب. يعني اذا يبقوا راح يفسد العنب يخرب. هسه دا اتمشى بواحد من الشوارع مال القريه. ماكو احد يعني يميني ويساري بس اشجار، وانا دا اتمشى هيجي بواحد من الشوارع. وهنا هي حديقة واحدة من البيوت. شوف ما شاء الله زارعين بيها مختلف الشغلات، حمضيات، زيتون، طماطة، رقي، عنب، وهاي شغلات. شوفوا المنظر ما شاء الله يخبل. الطبيعة هنا كلش حلوة. هنا هذا كله عنب خالي على الهواء وعلى الشمس. هنا فارشين بالحديقة. هذا العنب يابس ويصير زبيب. وهنا شكد حلو خالين هنا بالتركي يسموه تشبة، يعني منبع مال مي. الناس اللي تغسل بيه، الحيوانات اذا تجي تشرب من هنا. بالنسبة لكم اعزائي شلون شفتوا القرية؟ عجبتكم ولا لا؟ اريد اعرف رأيكم جوا بالتعليقات. تحبون تعيشون بالقرية؟ انا بالنسبة لي
يعني ما احب اعيش يعني دائما، ولكن ممكن واحد زياره مثلا اسبوع هيك يظل بالقريه يتامل او شيء هيك يعني، وراء واحد يرجع على المدينه. واذا واحد بصراحه ظل بالقريه لا صعبه.